أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني وابتسامتك صحة. فقرتنا اللي جاية عن التحكم في الذات، ازاي نستغل الصيام ان احنا نطلع الحاجات الكويسة اللي جوانا ونحاول نقضي على الحاجات اللي مش كويسة في شخصيتنا، ازاي يبقى الصوم طاقة ايجابية لينا وما تبقاش، او نحاول ان احنا نبعد عن الطاقة السلبية اللي بتخلينا دايما ما نعرفش نعيش حياتنا زي ما احنا عاوزين. ده هيكون موضوعي مع ضيف الموجود معايا في الاستوديو، دكتور فتحي سعيد، استشاري الصحة النفسية. برحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. اهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير وكل مشاهدي قناة الصحة الصحة والجمال الكرام بخير. كلامي هيبدأ بالطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، والناس بقت يعني للأسف الشديد نتيجة ضغوط الحياة الطاقة السلبية هي اللي بتطلع والطاقة الإيجابية ما بنلاقيهاش. فعاوزين نعرف من حضرتك إيه هي السلبيات اللي موجودة حاليا في الناس اللي حوالينا أو فينا شخصيا بتخلينا يعني نطلع الحاجات اللي مش كويسة اللي جوانا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا الطاقة الإيجابية، التعبير ده نفسه موجود في العلوم كلها من زمان، أو منشأه الحقيقي ظهر في الفراعنة، ان الجسم ليه مجال كهرومغناطيسي محيط بيه. دلوقتي طبعا في الكوانتم فيزيكس حاليا في امريكا والدراسات الحديثه دلوقتي في جامعه ستانفورد وجامعه سانتا كروز وجامعه ييل، جامعات كتيره جدا بتعمل دراسات حول العمليات البايو كيميائيه اللي بتتم في الخليه، واكتشفوا ان كل خليه وحدتها او كل الكون كله وحدته الذره، والذره اقل ذره الكترون واحد بيلف الهيدروجين ونواه، وما دام الكترون سالب ونواه موجب يبقى فيه مجال كهربي، وما دام فيه دوران وشد وجذب فيه مغناطيس، وما دام الخليه دي لكائن حي اذا في عمليات بايو فيزيائيه بتتم، فيسموها البايو انرجي، يعني عمليات حيويه موجوده في جسمنا. عمليات حيويه بتتم حقيقي، يعني الكلام ده ما انا باصل لك موضوع ان ايه طاقه ايجابيه، لان ساعات بتستخدمه كمصطلح عن المشاعر وهذا خطا تقليل. ده 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 ما يعني انا واحد من الناس فاهم ان الطاقه الايجابيه هي الحاجات يعني الحاجات الايجابيات الموجوده داخل النفس البشريه. لا مش هي كده، هذا خطا. فتعال نتكلم ممكن معظم الشارع فاهم كده، تمام، لكن احنا في الاخر العلماء حسبوا الموضوع ده وقالوا ان الانسان مكون من اكتر من 600 مليار 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 خليه، كل خليه لها مجال بايوفيلد، يسموه بايوفيلد مجال كهرومغناطيسي او بايو كهرومغناطيسي، خلاص كهرومغناطيسي يبقى جماد. ولو ان الجماد ما فيش البايو الحيويه كتير زي النبات، والنبات فيه حيويه اقل من الحيوان، والحيوان فيه حيويه اقل من الانسان، والانسان سيد الطاقه البايو، البايو انرجي بيسموها بايو فيد انرجي، المجال الكهرومغناطيسي او البايو كهرومغناطيسي، عشان كلمه بايو يعني فيه حياه، تمام. فيبقى انا عندي مجال كهرومغناطيسي من دوران من عمليات الايض في الخليه والتبادل وتغيير الكلام الدم والجليكوجين والجلوكوز والحرق والموضوع ده، كل خليه في الاخر يعني بتقوم ب 10 اس 28 وظيفه في الثانيه. شوف انت يعني رقم يخض، ده كل خليه في جسم الانسان تقوم تعمل حاجه اسمها مجال كهرومغناطيسي، اورا بيسموها الاورا او الفيلد، المجال بتاع الانسان بيسموه بايو فيلد برضو، بايو خاصه اي كلمه اي حاجه فيها حياه تبقى بايو، فيسموها بايو فيلد. حسبوها للانسان اللي زي حضرتك، نجيبك على الجهاز دلوقتي، حتى الجهاز اسمه بايو فيلد انرجي وفي سنسيتيف ايماجو، يعني هي دراسات اتعملت وحقائق مثبته، دي جامعه جامعات متخصصه في الكلام ده، الكلام ده اساسه فيزياء زمان. هدي مثال برضه بسيط جدا، ان زمان ظهر علم الفيزيكس، الفيزياء تدرس الاجسام والسماوات والسماء والارض والمجرات والشموس، فلو الموضوع ده كبير قوي، فظهر بعد كده حاجه اسمها الفيزياء الجزيئيه، نيوكلير فيزيكس او الميوكلير فيزيكس، يدرسوا الجزيئات. لا الجزيئات دي كبيره جدا، موضوع كبير جدا، فطلعت نيوكلير فيزيكس تدرس النواه بس. لقوا الموضوع كبير جدا، فلقوا فيزياء بارتكلز فيزيكس او بارتكل فيزيكس، يعني فيزياء الجسيميه وبعد كده ظهر طلعوا الجسيمات دي كبيره جدا سب بارتكل، وبعد كده طلع بقى الكوارك اليوزنتكس، حاجات يعني اربعه كوارك يضربوا مع بعض يدوا بروتون، بروتون يضرب مع حاجه يدي نيوترون،
آلاف النيوترونات تدي النواة، مئات، يعني موضوع كبير جدا. الحاجات فاكتشفنا في الآخر إن لب اللي بيسموه الكواركات ولب النواة نفسه عبارة عن كواركات. كواركات دي حاجة بقى طلعت ويفز، موجات. إذا أنت مكون من موجات مضغوطة تنضغط تدي كوارك، تنضغط الكواركات تدي نواة، تضغط النواة تعمل ذرة، تضغط ذرات تعمل جزيء، تضغط جزيئات تعمل جسيم، تضغط جسيمات تعمل مادة، تضغط مادة تعمل كتلة، تضغط كتلة ترجع لطاقة تاني. لذلك أينشتاين القانون بتاعه لو أنا زودت الضغط والسرعة على الكتلة تنعكس تاني ترجع طاقة. كل دي طاقة إيجابية؟ لا، دي الطاقة عموما بقى دلوقتي. إيه بقى يخليها إيجابية وسلبية؟ المربط ده سؤالي بقى حضرتك. الطاقة وعلاقتها بالحالة النفسية للبني آدم. يبقى أنا النهاردة بقى عندي الطاقة موجودة، الطاقة دي موجودة في الشمس، في الزرع، في النبات، في الكون، بيسموها كوزميك إنرجي أو الطاقة الكونية. خلاص أنا ممكن أخذ الطاقة من الكلام ده في العلاج بالطاقة، أنا اتكلمت هنا على حلقات كتيرة جدا عن الموضوع ده، لكن أنا هديك بقى حتة في تخص الإنسان. أفكارك هي اللي تسكب على الطاقة التردد بتاعها. يعني انا كده كده الطاقه دي موجوده، انت من غير الطاقه خلاص، انت حتى بتقول طاقتي قلت في رمضان، الناس قبل الفطار تقول لك طاقتي قلت، فرش تتحرك. اللي يديها معنى الطاقه دي هو التفكير بتاعك. لو فكرت في الجوع تاخد طاقه ضعف ووهن، تمام. فكرت في الخير تاخد طاقه تسامح. قبل رمضان تلاقيني مش عارف اسامح الدكتور تامر، يا دكتور تامر انا زعلان منك من سنه. يجي رمضان دخل عليا يقول لك يا راجل ده يعني ده شهر مبارك كده. بنسميها بقى طاقه الوقت، انرجي اوف تايم. الوقت له طاقه، لذلك التسامح بيعلى في شهور الصوم، في شهر الصوم وفي اوقات الفرح الشديد. الدكتور تامر النهارده يعني ليله جوازك وطول عمرك زعلان من عمي او من خالي، اقول لك ده ليله مفترجه يا دكتور تامر بقى وسامح. عندك استعداد قوي جدا انك تنفذ الموضوع ده. يعني الافكار بتاعتي هي اللي تخلي بقى الطاقه اللي موجوده في جسمي دي ايجابيه او سلبيه. ده دي اخطر حاجه، ده هي اللي تمرضك، هي بقى سبب المرض. ما في مريض على وجه الارض مرض باي مرض الا انه فكر فيه. علميا كلام بقى بنسميه حاجه اسمها لايك اتراكت لايك، بنسميه كيف تجذب الاشياء والافكار والامراض وكيف تجذب الشفاء. بنقول الشفاء قدر. ما تعريف القدر؟ برضو القدر هو احتمالات. القدر في الـ في الـ في, الـ في الكوانتم فيزيكس بنسميه كل احتمالات. انا احتمال ان انا اعيا دلوقتي، احتمال ان اموت حالا موجود، واحتمال ان اعيش بعد الحلقه دي موجود، واحتمال ان امرض حالا موجود، واحتمال ان اشفى موجود. القدر احتمالات كبيره جدا. عالم عجيب يقول في علم الكوزمولوجي، علم الكونيات، احتمال ان يوجد ما وجد، ما قد وجد على ما قد وجد عليه، 1 أس 10 أس سالب 121، يعني راقه واحد قدامه 86,000 كيلومتر من الاصفار. يعني ما فيش حاجه في الدنيا صدفه، كلها احتمالات دقيقه تكاد شبه معدومه الخطا فيها. فانا الاحتمالات موجوده، القدر. يقول لك انت بقى على كيف تفكر تقوم توجه الطاقه لاي احتمال. عندنا حديث يعزز الكلام ده، انا عند ظن عبدي بي تمام فليظن ما شاء، خير هتلاقي، جن احتمال موجود، شر تلاقي. تفكر في المرض. نيجي نقول بقى للناس المضطربه نفسيا والناس اللي عايشه دور الضحيه والناس اللي عندها سلبيات، انت بتفكر كتير في السلبيات. ده انا يا دكتور تامر عندي نقطه خطيره بنقعد نعلمها للناس. ما تقولش انا خايف امرض، ما تقولش انا خايف. انا عاوز اسال حضرتك برضو، يعني ان ضغوط الحياه بتخلينا متشائمين. طبعا احنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشاؤم، لكن التشاؤم انا بقاعد بقول انا هيحصل لي حاجه، انا الحاجه دي مش هنجح مثلا في الامتحان. صح. والقدر فعلا يجي ان انا، هل في علاقه ما بين ده وما بين الطاقه اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ قانون في التفكير، ما تفكر فيه تحصل عليه، بشرط انك تربطه باحاسيسك وتكرره. يعني مش هفكر فكره عابره كده، لا انا اكررها واربطها باحاسيسي. احاسيسي يعني اخاف منها او اتمناها، ده اسمه احساس سلبي وده اسمه احساس ايجابي. يعني لو انا خفت، احنا عندنا مثلا يقولك اللي خاف من العفريت يطلع. ليه؟ لان ركزت عليه. هو انا لما اجي اقول لابني النهارده ذاكر لا تسقط، هو انا عايزه ينجح ولا عايزه يسقط؟ طبعا ينجح. بس شوف بتتكلم في ايه؟ في سقوط. بتتكلم في سقوط. بتكذبه. ذاكر اوعى ما تجيبش كليه طب. طب انت عايز تجيب طب ولا مش عايز تجيب طب؟ طب ما تتكلم في اللي انت عايزه. مشكلتنا بنتكلم عكس اللي احنا عايزينه كتير، بنتكلم في اللي احنا مش عايزينه كتير. يبقى الافكار دي بتطلع الطاقه السلبيه. بتطلع الطاقه السلبيه بقى اللي تجذب للقدر السلبي او اللي تجذب للمشكله السلبيه. وارجع اقول بيحصل لي كده ليه؟ انا اعرف زوجه مثلا ما تفكرش غير في ان زوجها بيكرهها. هي دايما تتكلم كده، زوجي بيكرهني، زوجي ما بيحبنيش. طب انت عايزاه يحبك؟ السؤال تقول طب ما تفكري ازاي زوجي يحبني؟ لا طبعا ده موضوع داخل فيه الشخصيه وتحليل الشخصيات، موضوع كبير. لو انا فتحت محرك فيه ان كل شخصيه لها طريقه في التفكير ما بيتغيرش. يعني الا يعني زي ما بيقولوا بمجهود شاق عشان اغيره، لان تغيير الفكر اصعب حاجه، لان الفكر او الشخصيه عموما لحد 18 سنه
الافكار بتتاصل فيها بعد 18 سنه صعب جدا ان اغيرها، لذلك محتاجه جهد. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم. ده شوف بقى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يبقى الموضوع كله جوايا. انا لو فكرت ان الشخص اللي ما بيحبنيش دكتور تامر، بص احنا عندنا قانون ربنا سبحانه وتعالى، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، انت بتكرهني او انا بكرهك. شوف انا متاكد من كده، ربنا قال لي اكرهك اسلط الضوء بتاعي وتركيزي على كرهك، ولا اقول ادفع بالتي هي احسن؟ ادفع اقوم طاقه يعني. ايجابيه انا طاقه ايجابيه طاقه ايجابيه. الحاجه الايجابيه اللي عايز اقولها لحضرتك بقى في النقطه دي، ان كل فكره ايجابيه بالطاقه الايجابيه الواحده تعادل 4000 فكره سلبيه. انت عارف دي لو مش من المعادله دي، ومن نعمه ربنا ان القانون يعني عاوز افهم من حضرتك، لو انا متفائل في حاجه ما كان نفسي فيها او نفسي فيها ونفسها ان هي تحصل لي، دي هتطلع طاقه ايجابيه اكبر بكتير قوي من انا ابقى قاعد بقول ان هي الحاجه دي اللي انا نفسي فيها مش هتجيلي. طبعا حضرتك عاوز تقول كده مش هتجيلي، او اكون انا زعل مثلا فشلت مره واثنين وثلاثه، تمام، فانا عندي طاقه سلبيه عاليه. يجي حد زي الدكتور تامر يقعد ينصحني مره وياخد بايدي كده، فتجيلي فكره ايجابيه واحده ممكن تغير حياتي، لان فكره ايجابيه تساوي 4000 طاقه فكره سلبيه. تمام. لكن لو انا الافكار السلبيه نفس الافكار الايجابيه كنا متنا كلنا من زمان. الانسان انت عارف ان الانسان بيجي له في اليوم 60000 فكره، 80% منهم سلبي، لان النفس اماره بالسوء. فاصلا هي كده كده عماله توديك ورا الشمس. فالحمد لله ان ال 20% ولا 10% دول هم اللي عايشيننا النهارده. في ناس بقى شخصيات سبحان الله حتى ال 20% مش موجودين عندهم يعني. ومهما تزرع فيهم تقول له بس هنعلمك فكره واحده ايجابيه، ما بيرضاش. لان طبعا الموضوع داخل فيه التحليل النفسي، في واحد يعشق دور الضحيه، واحد يعشق دور المظلوم، واحد يعشق دور ان انا دور المجني عليه، واحد يعشق. انا اعرف حد يعني اعرف حد في الموضوع التفكير ده يقول لك ايه، انا بحلم الحلم اصحى الصبح يتحقق. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نقول كده، لان ده الفكره في دماغي زي انا وانت قدام الكاميرا دي يا دكتور تامر. لما احكيها كانك بسيت الهوا ده على 80 مليون تلفزيون دلوقتي. يعني انا الفكره في دماغي بس، لما احكيها لك بقى مخين بيضخوا الفكره دي في الكون. لما تحكيها لواحد ثالث بقوا ثلاثه، بقت سهل الطاقه الارسال اتحسن قوي، سهل تنجذب لك الفكره. لازم نطلع الافكار الايجابيه ونبعد عن الافكار السلبيه عشان الطاقه تبقى ايجابيه، ما تبقاش طاقه سلبيه. خلي الناس بس كده زي ما بتتكلم في اللي هي مش عايزاه تتكلم ربع وقتها في اللي هي عايزاه. نتفائل ما نتشائمش. ما هو برضه عايز اقول حاجه يا دكتور تامر، التفاؤل مش كلمه، ده سيكولوجي، يعني حاجه استراتيجيه حياه. مش بسهوله كده تقول اتفائل اتفائلت، صعب جدا تطبيقه الكلام ده. يعني لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما، النبي صلى الله عليه وسلم عارف قد ايه فايده الابتسامه. هو الموضوع برضو ثقه في الله سبحانه وتعالى، يعني هو برضو الواحد يتفائل ويبقى واثق في ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بص، اولا مصدر الطاقه الايجابيه العالمي أكيد. يعني هو أكيد حسن الظن بيه، واحنا بناخد من مخلوقات الله لثقتنا في الله. ساعات اخد من الزرع اكون مثلا نفسي مقبوض طاقتي سلبيه، امشي في وسط زرع كده اتحسن، اروح البحر عيني فوقت شويه طاقه، لان الميه بقى المالحه، الزروع اللون الاخضر الجميل اللي في الاستوديو ده، كل دي حاجات بتمتص الطاقه السلبيه اوتوماتيك. فالانسان لما يكون تعبان، حتى كنا زمان كده ممكن جدي وجدتك يجيبوا ميه بملح لجدي اول ما يدخل، وتحط رجلك في الميه بملح بتمتص الطاقه السلبيه اوتوماتيك. لما نيجي في الفرح ونقول عين الحسود ونرمي ملح، بس حاجات بنعملها تلقائيه هي بتمتص الطاقه السلبيه. لكن طبعا قضاء ربنا سبحانه وتعالى فوق اي حاجه، يعني هو الاخذ بالاسباب. ما حدش، انا النهارده عندي سخونيه دلوقتي، اقول لحضرتك قضاء ربنا ان انا اموت النهارده من السخونيه ولا بروح للدكتور؟ فاحنا بناخذ بالاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم حتى قراءه القران في رمضان بقى، العبادات في رمضان، الصلاه اكتر مولد او دينامو يشحن الكهرباء الطاقه الايجابيه في الجسم. هو ده سؤالي بقى اللي كان اللي جاي. انا بني ادم دايما قاعد وحامل هم بكره، حامل هم اللي هيحصل في رمضان بقى، ورمضان شهر كريم طبعا، اعمل ايه عشان اغير من نفسي؟ عاوز اغير من نفسي، عاوز اطلع الافكار الايجابيه اللي عندي، عاوز ابقى يعني ابقى متفائل، عاوز ابقى كويس، عاوز اعيش حياه كويسه ابقى مبسوط فيها. اعمل ايه؟ استغل رمضان ازاي عشان اغير من نفسي؟ اولا اللي شايل هم بكره تقول له كلمه واحده بس، انت موكل بالتخطيط لبكره مش بالهم بكره. في حديث قدسي عجيب، ربنا يقول سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن رب العزه، عبدي لم امرك بصلاه الغد فلما تطلب مني رزق الغد؟ تمام. ايعيني رغيف عيش اسوقه لك؟ يعني لا، انت تخطط لبكره لكن ما تشيلش هم بكره. التفكير في المستقبل يجيب قلق، الخوف من المستقبل، الخوف يجيب قلق. فتلاقي الشخصيه اللي تفكر بكره متوتر، بكره ايه السنين الجايه عامله ايه؟ وعملت ايه؟ بص احلى حاجه هتقول لك السنين الجايه الدنيا قلق، الله اعلم داخلين على ايام شكلها ايه؟ السؤال، انت عايز اللي انت بتفكر فيه ده؟ لا، طب بتفكر فيه ليه؟ ما تقول ان شاء الله خير،
ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ما تتكلم في الإيجابي فتلاقي الناس أصلا سبحان الله بطبعنا إحنا ميالين للسوء أكتر. إحنا أساسا اتخلقنا في الحياة عشان نجاهد سوء أنفسنا فنصبح نتشبه بالملائكة. فدي نقطة. اللي فكر كتير في الماضي واحدة تقول لك أنا زمان ده أنا كنت زي القمر زمان، واحد يقول لك أنا كنت زمان حياتي ويقعد يندم كده على زمان يجيب إحباط، والاثنين يجيبوا لي اكتئاب دلوقتي. فخوف من المستقبل، تفكير في الماضي، تفكير في الماضي احباط يجيب لي احباط، تفكير في المستقبل وخوف من المستقبل يجيب لي قلق، الاثنين يعمل لي اكتئاب في اللحظه الحاليه او يجيب لي توتر وضغط نفسي، ضغط نفسي. ما انا افكر في الماضي بطني توجعني، افكر في المستقبل قلبي بيدق، فالاثنين عاملين لي قنابل موقوته. فانت الله يكون في عونك، بنسميها بيرن بيرسوناليتي، شخصيه حارقه بتحرق نفسك، انت بتطلع في نفسك. يعني ما يعني الناس ما تفكرش في المستقبل، ما تفكرش في الماضي، لا عشان ما تخافش من المستقبل، تخاف من المستقبل وتثق في الله كله في ديانته. تمام. انا لو بتكلم النهارده في الدين الاسلامي بقى، الناس الغرب في الطاقه يقولوا الانسان محتاج 3 4 مرات في اليوم يعمل 3 حاجات، يقعد ويحط ايده على الارض ووشه على الارض وركبه على الارض عشان يفرغ الطاقه السلبيه اللي جايه من الكهرباء والتلفزيون والموبايلات، انت بتعملها 5 مرات. عندنا الصلاه في علم الريفلكسولوجي، عندنا الريفلكسولوجي حاجات ممكن نعمل لك كده لودنك كده، بس في منطقه في الودن هنا ده مكان المخ، امال دي شكل الجنين بالظبط، ممكن ندلك اماكن معينه في الجسم، يعني اللي عنده مشكله في الدماغ هتبقى المكان ده، وبرده في كف الايد، كف الايد في كل الجسم كله، فممكن نسلم على حد بس نقول له انت بطنك بتوجعك، نضغط هنا بس كده نقول له خلي بالك انت هنا عندك مشكله في الكليه. فشوف انت لاحظ احنا في الصلاه بتاعتنا بتعمل كل انواع الطاقه. ريفلكسولوجي لازم تخلل بين ايدك كده، مش تغسل اي شيء في الوضوء، في الوضوء بص كده وانت بتعمل ودنك بتعمل ازاي، بنعمل كده، ده انت نشطت كل مراكز الطاقه في جسمك. في بقى طبعا لو دخلت في الطاقه في شكرات ميريديانز مسارات، في بعد كده قنوات، في انابيب للطاقه، في عقد طاقيه، في امراض. احنا عندنا المرض تقول سخونيه اقول لك 3 اماكن تعملهم الحراره تقل، تقول ضغط اقول لك 3 اماكن تعملهم، ده العلاج بالطاقه، موضوع خطير وجميل لكن وممتع. طبعا خشوع الصلاه بقى ده طاقه احلى، طاقه ايجابيه. ده انا استعديت بقى، عملت مساج وعملت ريفلكسولوجي وعملت كل ده، جيت بقى وانا بقرا القران، قرات القران نفسها، عالم اسمه مسار ايموتو جاب شويه ميه زي كده يجي 20 كوبايه مثلا زي كده، وابتدى يقول بسم الله الرحمن الرحيم او كلام ايجابي مثلا، هو ما اعرفش حاجه، انا بحبك على الميه دي وحطها كده، وراح جاي لميه ثانيه انا بكرهك، وجاي ميه ثانيه نار، وجاي ميه ثانيه غضب، وراح جايب ميه ثانيه في اوضه الناس بتتخانق، وراح محل الميه تحت الميكروسكوب كلها، لان الميه اللي اتقال عليها كلام ايجابي اتعاد بلورتها بشكل عجيب واعاد تركيبها الكيميائي، الروابط نفسها اتحركت. لذلك لما نشوف زمزم لما شرب له في حديث عن صلى الله عليه وسلم، اولا شرب له ده النيه، قال لك الكلام او الاعتقاد عن الشيء، في حاجه بيسموها اينشتاين حتى زمان قال كل شيء يظل ثابت حتى يراقب، يعني الميه دي ثابته لحد ما انا احطها في دماغي، اول ما احطها في دماغي معنى كده في طاقه مني راحت لها، تبتدي بقى تتغير. هو ده اللي يفسر العين والحسد، ان انا ماليش دعوه بيك دلوقتي لك حد ما انا افكر فيك، بس الحسد هو ايه؟ تمني زوال النعمه. متخيل ان اتمنى جوه تتحرك الطاقه تروح لك تضرك في المكان اللي انا عايزه بالظبط؟ متخيل الموضوع خطير قد ايه؟ ان انا بتكلم في الجسم المادي. طبعا. مش بتكلم طاقه معنويه بس. فانت ممكن افكارك السلبيه تجيب لك حاجه اسمها امراض سايكوسوماتيك ديزيزز، تجيب لك بقى كبد، تجيب لك طحال، فشل كلى، واكتئاب، احباط، توتر من افكارك بقى. لذلك غير افكارك ده غير حياتك. الصوم بقى دكتور فتحي، دكتور اسف فتحي، دكتور فتحي. دكتور فتحي، والطاقه الايجابيه انا حسب رمضان عموما، لان رمضان طبعا رمضان ليه تاني يعني ليه جو كده فيه رمضان ليه طاقه و... هو اللي بتقول عليه رمضان ليه طاقه اسمها طاقه الوقت. اول ما رمضان يجي احنا بنحس براحه نفسيه المسلمين. طبعا في رمضان الخطاب والراحه النفسيه بالنسبه للصوم مش خاصه بالمسلمين كلهم، خاصه بالمؤمنين. يا ايها الذين امنوا كتب، اذا في ناس مسلمين مش هتبقى حابه رمضان والصيام متعب وكده. وانا عندي حلقه في اول يوم في رمضان هنا كان الاعجاز العلمي في الصوم. تمام. 100 مرض يعالجهم الصوم بس. صوم وتصح، صوم ده صوم تصح، والصوم جنه. شوف عله الصوم الاولانيه لعلكم تتقون، التقوى ترفع الطاقه الايجابيه اللي جوايا، العبادات انا بصلي كل يوم، انا بقرا قران الكلام الايجابي. ما هو خلي بال حضرتك الراجل لما قرا على الميه وحلل، بس لما الميه اللي قرا عليها سلبي لا تركيبها بقى غريب جدا. لذلك دلوقتي عاملين مزارع بقر في نيوزيلند، وعاملين مزارع دلوقتي بس يعملوا موسيقى للبقر الحليب يزيد 20%. يعني الموسيقى دي صوت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب رب العبد يلقى كلمة لا يلقى بها، يقول العبد كلمة لا يلقى لها بال فتهوي به في النار 70 خريفة. ليه بقى يا رسول الله؟ لأن الكلمة أنت 70% من مكوناتك مية يا دكتور تامر، فممكن الكلمة تيجي تغير تركيبك الكيميائي. لذلك أنت ممكن حد يقول لك كلمة تزعل تجي لك جلطة، ممكن حد يقول لك موقف تزعل يجي لي عمى مؤقت، ممكن أزعل قوي يجي لي اكتئاب من كلمة.
طب الصوم دكتور فتحي واثره على الطاقه الايجابيه يعني، هو الصوم عموما الصوم الحقيقي علته التقوى وعلته لعلكم تشكروه، لعلكم تشكرون. اشكر ليه بقى يا رب بقى؟ وان تصوموا خير لكم. تعال نشوف بقى. اولا اول حاجه بس من الناحيه النفسيه على الاراده. ما انا هقدر ابطل التدخين 12 ساعه 15 ساعه؟ بسم الله ما شاء الله قدرت، استغل الطاقه دي واتغلى. هو انا هقدر اتحمل عدم الشرب الميه 15 ساعه؟ بسم الله ما شاء الله كل المسلمين دلوقتي في مصر قدروا تقدر تكمل. والله وانا هقدر اتحمل عدم الاكل ده، انا باكل 5 مرات في اليوم والله يا دكتور واكيل انا وقدرت الحمد لله. اذا علت حاجه اسمها الرغبه والاراده، استغلها بقى في النجاح في حياتك بقى، مش اليوم بتوع رمضان وترجع تاني. ادي واحده. اتنين، لو انا قلت يعني، هو العلماء اللي بيقولوا الكلام ده مش انا يعني، قالوا ان الصوم بيعلي طاقه جسم الانسان 30%. العجيب ان احنا في رمضان طول النهار خمدانين، لذلك كان عندي حلقه اسمها براءه الصوم او من الصوم بريء، يعني الصوم بريء. يعني مش الصوم هو اللي بيخلي الناس تنام. لا الجوع، والجوع مش الصوم. انا ممكن اكون عيان دلوقتي اروح المستشفى الدكتور يقول لي ما تاكلش لمده 12 ساعه، ده اسمه تجويع. فبما ان انا باكل غلط لكن الصوم بريء. لو انا اكلت صح الفطار اللي تعب الناس، يعني الافطار الخاطئ هو اللي تعب الناس. لذلك اي واحد بيسمعني النهارده كسول في رمضان، خمدان في رمضان، تعبان في رمضان، انت تصوم بطريقه خاطئه، انت تمارس العباده خطا. يعني واحد يقول لي انا بتعب من الصلاه، انت بتصلي غلط، استحاله تكون الصلاه غلط. اذا الصوم بريء. دلوقتي لقينا بقى يعني لو انا كلمت حضرتك في 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 عجاله عن 100 فايده للصوم، منهم انها بترفع خلايا طاقه الانسان 30%، لان 30% من اللي كان بينزل المعده يهضم من الدم بقى فاضي طول النهار ورايق. وخلي بالك بيعمل حاجه اسمها تنقيط الدم من السموم، تنقيط الدم من السموم، فالدم بقى نظيف. اعلى درجات الابداع للمبدعين جات لهم هم ما بياكلوش. ان السيده عائشه لها مقوله عجيبه، اشر شيء ابتلينا به تبتلي به الامه بعد موت النبي الشبع. اذا شبعت البطون صدقت القلوب. يعني الناس ما بتنامش في رمضان طول النهار من الصوم. لا ما هو ده ما بتنامش من الصوم. يعني ولا نايمه؟ لا يعني قصدي سوري، الناس قصدي بتنام. في ناس بتقول لك انا صايم فهنام. النوم ده جاي له ليه بقى يا فندم؟ اولا اللي ينام كتير في رمضان ده يساله المشايخ حتى فيه، هذه مشكله. لذلك احنا لو اتكلمنا في فقه الصوم، الصوم 5 اجزاء، لازم روح تصوم، جسم يصوم، عقل يصوم، مشاعر تصوم، نفس تصوم. هو كل واحد لها صوم، موضوع خطير جدا. مش الجسم، الجسم ده التجويع، ان انا قاعد الدكتور ما تاكلش. ايه اللي بيخلينا في عجاله؟ ايه اللي بيخلي الناس كسوله؟ انا لما اجي اكل صايم طول النهار وافطر فطار غلط، اللي هو انت كنت بتتكلم في الفقره اللي قبل عن الفطار الصحي اللي هو النبي قاله تمر ميه لبن الحاجات الخفيفه، واكل قليل. لما اكل كتير الجلوكوز يزيد في الجسم، يقوم الانسولين يزيد جدا، لان الجلوكوز معناه انسولين يزيد عشان يحرق الموضوع ده كله. الجلوكوز يزيد والانسولين يزيد، اقوم كمان شويه جعت، الانسولين لسه فوق، او ما اكل تاني في السحور املى بطني لان خايف اجوع، يوم الانسولين لسه فوق ما نزلش قوي، نزل بسيط جدا، في فجوه بين الانسولين والجلوكوز. دي بقى السبب في الهمدان والكسل والنوم. لكن لو انا اكلت اسمه بيسموه رجيم اللقيمات دلوقتي، اكلت خفيف جدا وكلت شربت اكلت تمره وشربت ميه وصليت وكلت تاني، يفضل انسولين مع جلوكوز المسافه بينهم مترابطه ينزلوا ويطلعوا كده، افضل طاقتي مستمره طول النهار. لذلك اي حد كسول الصوم بريء، لا تتجنى على الصوم. ربنا مش بيأمرك بعباده تعمل صيانه لنفسك وريفريش، مش بيأمرك بعباده عشان تنام وتكسل وتيجي اخر الليل تاكل كل ما لذ وطاب وطول النهار قاعد بتموت. هذه مشكله خاطئه عندك انت. الصوم بيزود اراده الانسان وطاقه الانسان، بيطلع الطاقه الايجابيه اللي موجوده، والصوم بريء من الكسل والنوم طول النهار. اي حد يا دكتور تامر كسلان، خمدان، همدان، تعبان، انت تصوم خطا. يعني الصيام قطع في ايه؟ انت فاكر الصيام هو الامتناع عن الاكل والشرب؟ هذا ليس صيام. طب هذا التجويع، سياسه التجويع. انا لما اجي اعذبك هقول لك ما تاكلش. كيفيه بقى ان انا اغير سلوكي السيء اللي كلنا طبعا فينا عيوب، احاول استغل الصوم ان انا اغير هذا السلوك السيء في معاملاتي مع الناس، في الحاجات اللي هي قد تكون او تعتبر طاقه سلبيه. ازاي استغل الصوم في ان انا اغير من سلوكي الشخصي؟ تتوقف على حاجه مهمه جدا، رغبه الفرد. احنا هنقدر نديك كل حاجه يا دكتور تامر، اقدر اديك العلم والتدريب والمعلومات والمهارات، بس ما اقدرش اديك الاراده. ده النبي، ده ربنا قالها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا تهدي من احببت. الموضوع هو مش عايز، في ناس مش عايزه. انا النهارده يعني في اول يوم في رمضان شفت حالات طلاق، ثاني يوم في رمضان حالات خلاف زوجي، ثالث يوم في رمضان حالات انفصال، رابع يوم في رمضان حالات خصام فحش في الخصام، خامس يوم في رمضان، يعني كل يوم بيجي لك العينات دي. رمضان مش فارق معانا، اصل رمضان عندنا بالنسبه لنا عادي، شهر عادي، يعني شهر يعني روتين. الناس فاهمه ان النهارده الخميس زي الخميس اللي فات، يا جماعه كل يوم جديد بيجي ما بيكررش لحد يوم القيامه. العيب فينا مش في رمضان. العيب فيك، ما انا قاعد احكي العيب في فهمنا. تمام. ما انا عندي رمضان بريء. اذا النهارده لما حد يقول له ايه؟
النبي لما صلى شاف واحد بيصلي قال له صلي فانك لم تصلي، عد فصلي فانك لم تصلي. هو كان بيعمل كده زينا دلوقتي، جسمه اللي بيصلي روحه ما صلتش، ده بينقر حركات رياضه تك تك تك. قال له خلاص. النهارده في ناس مصومه جسمها بس، مجوع جسمك طول النهار ونفسك عن السلوكات الخاطئه برضه، بتمارس السلوكات الخاطئه، بتتعصب، بتشتم، بتقع في الاخطاء، وروحك حتى ما صمتش يعني برضه قاطع صله الرحم. الروح دي لها شغلانات كده، ما الروح دي من الله سبحانه وتعالى، كل الروح من امر ربي، فالروح دايما هي الخير اللي جواك. فانت مش اصلا تقول يعني الغضب والنرفزه وخلق ضيق عشان انا صايم ده بريء، ده الصوم بيهدي الاعصاب، الصوم بينقي الدم، فلما الدم يروح نظيف يبقى نظيف، يروح رايح للمخ كده دم نظيف، فالمخ يعرف يفكر ويبدع. يا فندم ما في واحد مبدع، ما في كاتب بيتفرج على دلوقتي، ما في استاذ اكاديمي جه يعمل رساله دكتوراه ولا ماجستير قعد كل ولا فكر بعد كده، ما دام كلت خلاص انت تلتين الدم نزل لبطنك، ما في حاجه راحت لمخك. لذلك انت بص الجسم علميا، اي حد مريض ما تيجي تقول له كل يا دكتور تامر يقول لك ايه، حد مريض تعبان كده تقول له خد الاكل يقول لك ايه، مش هقدر اكل. دي حيله من الجسم بيستخدمها اوتوماتيك يخليك ما تاكلش ويسد نفسك، لان وانت ما بتاكلش مناعتك بتزيد 30%، مناعتك بتزيد، الاكل بيقلل المناعه، الاكل الملوث والاكل المرشوش والاكل اللي احنا شايفينه الدنيا الملوثه دي، والاكل بياخد الدم كتير للمعده. يا اخي انا عايز الدم يروح للدم، عايز المناعه تزيد في الدم مش في المعده. فلذلك سبحان الله حيله الجسم بيستخدم. اي حد مريض تلاقيه يقول لك مش قادر اكل، نفسي مصدوده، مش هو نفسه مصدوده ولا حاجه، ده هو الجسم سبحان الله عشان ربنا يحميه، يعني ربنا عامل الميكانيزم ده في الخلايا نفسها بتلفظ الاكل في الفتره دي عشان حتى العلاج فعاليته تزيد بنسبه كبيره. يعني تعرف احنا لو ناكل واحنا مرضى ان شاء الله مش هنخف، ده من نعمه ربنا ان ده فعل لا ارادي، ده لو ده كان اختياري الناس الاكله كانت ماتت بقى، لان ما يقدرش يقول لك وحش نفسك على الاكل، فربنا يسد نفسك زي ما احنا بنقول كده، خليك مش عارف مالكش نفس الاكل، فعاليه الدواء اعلى، المناعه اعلى، استعداد للشفاء اعلى، الدم بيتنقى، يعني حاجات كتير جدا بتتم. ده في ايام الفطار، ما بالك ايام الصيام. جسم ده زي منظمه يا دكتور تامر، زي جهاز غالي جدا، ام ربنا عمل له صيانه يوميه، 5 مرات الصلاه صيانه يوميه، ساعات واحد يقصر يدمج ركعتين مع بعض صلاتين، يسيب صلاه فيحصل اعطاب، فتيجي صيانه سنويه. تيجي سنة الصوم بقى دي بقى يعني تراويح بقى وتهجد وقراءة قرآن صيانة. الروح طول السنة 335 يوم مشغولة بالفلوس، واكسب ايه وابيع ايه واجيب ايه واعمل ايه، تعالى بقى اكلها بقى شوية روحانيات عشان تعيش جواك يا حاج. الله يكرمك مش في رمضان كمان منشفها عليها، امال هتفضل يعني روحك هتعيش امتى؟ يعني روحك هتعيش امتى؟ لذلك احنا مصابين بخمس امراض دلوقتي، الامة الاجتماعية مصابة بخمس امراض. في ناس عندها امراض في روحها بس دي لها علاج، مش مرض نفسي، اسمه امراض الروح. علاجك لها امر طبعا، ممكن لو انا ذكر الله طبعا والصلاه علاجها ده يعني في واحد قلبه قاسي قست قلوبهم، في واحد حياته ضنك، من اعرض عن ذكري فان ضنك، يعني عندي عربيه وعندي زوجتي وعندي ولادي ومش سعيد بيهم، ممكن اكون منكد على زوجتي 24 ساعه مش عارف ليه، قلبي مقبوض كده ومع ان عندي الناس تحسدني على اللي انا فيه عشان انا ما بذكرش الله، ده عقاب من عقاب، ودايما باصص للجزء الفاضي من الكوبايه، اللي ناقص من الكوبايه ما بصش للجزء المليان، او على الاقل لا اشكر على ما عندي. شرط من شروط ان ربنا يبارك لي في اللي عندي ان اشكر عليه. فربنا اداك ويجربك كده ما شكرتش، اوكي هخليك خليه عندك برضو، هو لسه المرحله خليه عندك مش هتحس بيه. المرحله الثانيه من كان في نعمه ولم يشكر خرج منها ولم يشعر، هتخرج بس اهدى بس، هي مراحل. فدي امراض علاجها مش دواء، وعلاجها برضو مش هتيجي حضرتك النهارده اقعد اعمل لك برنامج ولا اتنين، علاجها روح اشكر ربنا. فربنا جاب لك علاج الروح، قال لك اعمل صيانه للروح في رمضان اهو. يا رب نصون روحنا كلنا يا جماعه ونقرا القران حتى لو مره واحده، اختم القران مره في رمضان، مره واحده بس، مش هقول لك 3 4 مرات. انا عندي يعني حد من العيله، عندي بنت خالتي في ثالثه اعدادي بسم الله ما شاء الله، انا قعدت جنبها يوم حزنت على نفسي، قرات 8 اجزاء في 3 ساعات وانا قاعد، يعني انا اتصدمت في نفسي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ومن هنا بشكرها. بالدرجه دي في حد ممكن يعمل كده؟ انت ممكن تقرا صفحتين اتنين تقول تعبت ليه، مش بتعود روحك، ما هي روحك الروح والنفس دي يا دكتور تامر زي الحصان الجامح، من غير لجام وتروتها هي اللي هتسوقك، وهي لو سقتك هتضرك. واللجام طبعا اللجام بقى هو حدود الله، القرب هي القرب من الله تعالى. هي هو لجام الظاهر فيه ان هو ضد المتعه، لا ده بالعكس، ده انا لما اجيب حصان واحط له اللجام، لو واحد زي حضرتك شايفني كده والاقيه زيك كده يقول لي ده انت بتعذبه، لا يا اخويا ده انا لو شلت اللجام ده هو هيموتني، فبده هخليها اتحكم فيه، انا اللي هبقى فوق نفسي مش نفسي اللي فوقي، فدي نقطه. طب انا في رمضان ده لو نفسي ما صامتش، نفسي طول النهار بتعصب والامراض النفسيه بقى زي العصبيه، انا عاوز اعرف من حضرتك ازاي امسك نفسي، ازاي اتحكم في نفسي وما اتعصبش، عشان انا والحجه طبعا ان انا صايم، ازاي اجمح اولا لازم افصل رابط الشرط اللي انت قلته ده نفسي. رابط شرط يعني ايه؟ انا بتعصب عشان انا صايم، دي رابطه غلط. ودي اللي احنا بنستخدمها كلنا، عملت بومب شماعة اللي بنعلق عليها خلاص، ما في عقل، طريقه العقل يا دكتور تامر تفكر بحاجه اسمها الروابط، انت رابط ايه بايه؟
يعني انا لو ربطت الشاي بالقلم، الشاي ده وحش ومش بكرهه كده، مش هتشربه. انا ما بدخنش، فربط التدخين بالسرطان. يعني لازم ابعد من دماغي ان الصوم هو اللي بيخليني اتعصب. لازم الاول الصوم بريء، لازم انت بتتعصب عشان انت عصبي، انت فاشل في اداره نفسك، انت ما انتش عارف تتحكم في نفسك. يعني مش عارف تتحكم في نفسك لان طول عمرك احنا بنربي في جسمك، بس ما علمناكش ان افكارك يا دكتور تامر، وانا الكلام ده بقوله كتير قوي، ساعات لما اجي احرك ايدي دي بصراحه ايدي دي بتاعتي، فانا اللي اطبقها وانا اللي افردها. اهو اول ما اتولدت ما كنتش عارف انها بتاعتي على فكره، اي بيبي كان بيحركها كده عشوائي، فجا مره جاي يحرك كده مره قامت مسكت معاه، سبحان الله، قام كده قام مسك حاجه مسكت معاه، قام اقتنع ان دي بتاعته. تقدر تحركها وتقدر تسيبها دلوقتي، صح؟ ينفع اقول ايدي بتتحرك غصب عني؟ الا بقى لو انا عندي مرض زي شلل عاش. يعني لو الناس عرفت ان افكارها ملكها، اقدر افكر في الشر واقدر افكر في الخير، اقدر افكر ايجابي واقدر افكر سلبي، بتاعتي زي موبايلي، ابيعه اغيره ارميه، لا انا حر. واحد يقول لك مش عارف افكر، انا مش عارف اتحكم في نفسي، لانك فاهم ان مالكش سلطان على نفسك. يعني الغضب دكتور فتحي، الغضب اعمل ايه عشان امسك نفسي عند الغضب؟ تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل صلى الله عليه وسلم. اولا من الغضب ده هو طبعا نتاج او طاقه سلبيه كامنه او فكره، طبعا ناتجه من فكره سلبيه. يعني انا فكرت في حاجه زهقتني، حاجه بتزهقني، حاجه ما بحبهاش، حاجه ربطها بالالم، فموقف انت بتكلمني بطريقه معينه بتنرفز منه. السؤال بسال اي حد بيغضب كتير، اقول له الموقف ده حصل قبل كده؟ يقول لي كتير. يعني دكتور تامر لما عمل الكوبايه كده انا زهقت. كويس، انا داخل على مراتي النهارده عارف ان بتعمل الكوبايه كده بتضايق. كويس، انت عارف؟ اه، وعارف انها تعمل كده. طب بتضايق تاني ليه؟ ما انت عرفت. يعني المفروض اتضايق اول مره بس، بتكرر السلوك تاني ليه؟ لان ما عنديش طريقه غير دي، انا فاهم الطريقه دي اللي هتجيب نتيجه مع الدكتور تامر، لان ما عنديش اي الكلام ده علم يا دكتور تامر، لازم الناس تتدرب عليه. فاول واحده خالص، اولا تاخد القرار انك تتحكم في نفسك. اتنين، طب لو انا غضبت بسرعه دي روشتات سريعه جدا، انا غضبت، لو انا واقف اقعد، لو انا قاعد مدد. ده طبعا كلام الحديث، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله النهارده. هم بيقولوا بيسموها العلماء بيسموها سايكوسوماتيك، يعني بيسموها العقل والجسد يكمل كل منهما الاخر. يعني انت لو فكرت في حاجه حزينه هيبان على وش الحزن، اذا عقلي اثر على ملامحي، ولو انا فكرت في حاجه سعيده هتلاقيني ببتسم. طيب العكس بالظبط، لو انا مكتئب جدا جدا من جوه بس هبتسم كده، هتلاقي الاكتئاب ابتدى او الحزن ابتدى يروح شويه شويه. اذا اي رسمه على الجسم تاثر في العقل، واي حاجه في العقل تاثر على الجسم. فانا غضبان دي في العقل، وانا واقف اقعد، غيرت الجسم، اضطجع، اتوضا، سيب مكان الخطا. الابتسامه مهمه دكتور فتحي؟ الابتسامه بتؤجر عليها يا دكتور، يا دكتور تامر. الابتسامه كفايه في ديننا، ابتسم لانك انت، غيرك يتمنى ان يكون انت، ابتسم لانك حي، الاحياء يتمنوا ان يعودوا للحياه، ابتسم لان عندك اولاد، الاف يتمنوا عندهم اولاد. طبعًا. ابتسم لانك زوج او زوجه، ابتسم لانك مسلم، لان في ديننا ابتسامتك صدقه، ابتسم لانك تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلام كان شيق جدا معاك دكتور فتحي، ووقتنا جري بسرعه، وهنختم بكلام حضرتك، ابتسامتك صحه وابتسامتك صدقه زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. ده كان حوارنا مع دكتور فتحي سعيد استشاري الصحه النفسيه، بشكر حضرتك على وقتك، كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم. هشوفكم الفقرة الجاية بإذن الله مع دكتور محمد كمال استشاري طب وجراحة العيون، لكن ده بعد الفاصل. أراكم على خير. دم دو دم دم.